زينب، رح نضل بعالم الأطفال واللي دائما نحن بنحاول يكونوا بصحة وخير وسلامة. كل الأمهات اللي عندهم استفسارات رح يكونوا معنا ويسمعوا طبعا هي الفقرة اللي كتير مهمة خاصة بهذا الوقت وبهذا الفصل، وأكيد رح نحكي عن نسبة الأطفال يلي بتعاني كتير من حساسية الأنف، لكن الواقع إنه هي الحساسية ممكن تتطور إلى التهاب بالجيوب الأنفية، وبالتالي بتعرض الطفل لكتير من المضاعفات. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع خلونا نتابع المادة التالية. التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال مشكلة شائعة، ويتم علاجها بمعرفة طبيب العناية الأولية والمتخصص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. وبالرغم من أن هذا المرض كان معروفا منذ عدة قرون، فإن الإدراك الكامل لتولد المرض وتشخيصه ومضاعفاته وعلاجه قد جاء متأخرا نسبيا. والأطفال الذين تحدث لهم نوبات عرضية من الالتهاب الحاد للجيوب الأنفية بعد الإصابة بنزلات برد يعالجون بالمضادات الحيوية بنتائج جيدة. توجد عوامل مهيئة لحدوث الالتهاب المزمن بالجيوب الأنفية، أهمها حساسية الأنف والنقص المناعي واضطراب وظيفة الأهداب وغيرها. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع خلينا نرجع لاستديو صباحنا غير مع الدكتورة ميس حوراني، أخصائية أنف أذن حنجرة. بعد ما تابعنا هي المادة اللي بتهم كل مثل ما قلتي السيدات والأمهات بشكل خاص، أكيد بدنا نرحب بالدكتورة ميس حوراني، أخصائية أنف أذن حنجرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتورة. عم نحكي عن الحساسية، كيف تتطور لجيوب الالتهابات الجيوب الأنفية. خلينا نحكي بالأول بشكل عام عن الحساسية، أمتى الفصل اللي بيكون هو الأطفال أكثر عرضة للإصابة فيها، وكيف بتتطور لتصير التهابات؟ الحساسية نوعين، أو حساسية بتمتد على مدار السنة، هي حساسية سنوية نحن بنسميها، أو الحساسية الأشياء هي الحساسية الفصلية اللي بترتبط بفصول معينة، على الأغلب بتكون بفصلي الخريف والربيع، بتكون فيها التحسس على أشد للعوامل الموجودة بالجو اللي هو مثلا الغبار الطلع، بالنسبة للزهور اللي هو الغبرة، اللي هو تساقط الأوراق بالخريف وما ينجم عنه. هي الحساسية هي من العوامل المؤهبة لالتهاب الجيوب. بس بدي نوه عن شغلة واحدة قبل ما نبدأ بحكينا، وخصوصا أنه موضوعنا اليوم عند الأطفال، لأنه في لغط كتير وفي سوء فهم شوي حول شو هي الجيوب. يعني أنا كتير بيجوني أمهات أنه قالوا لنا أنه هن معهم التهاب جيوب، بس لنميز شوي شو هي الجيوب، لأنه في ناس بيخلطوا بينها وبين الناميات. صح. الجيوب هي الجيوب الأنفية، هي جيوب هوائية موجودة ضمن عظام الوجه. هاي الجيوب الهوائية بتكون على فكرة عند الأطفال غير متطورة بشكل كامل، هي بتتطور بشكل تدريجي لحتى نحن نوصل لسن البلوغ. في عنا جيبين فكيين اللي بتواجدوا بالخدين، في عنا هون جيوب غربالية، في جيوب جبهية، وفي جيبين وتديين موجودين بعظام القحف أو الجمجمة خلينا نحكي. هاي الجيوب مثلا الجيوب الفكيه ما بتوصل لحجمها الطبيعي لحتى الاسنان الدائمه تظهر. عند الولاده بيكون عندي خليتين او ثلاثه هون بس من الخلايا الغرباليه. الجيوب الجبهيه مثلا لسبعة 8 سنين لحتى تتطور. كثير مهم نعرف هذا الشيء، لانه كثير احيانا انه دكتوره ملتهبه جيوبه، هو بيكون حقيقه الالتهاب بالناميات اللي هي البنيه الموجوده بالبلعوم الانفي. بس شويه فرق بيناتهم، وبالاعمار الاكبر بيقولوا لي التهاب جيوب في زوايد بالانف اسمها القرينات، هي اللي بتكون ساده الانف، يعني ما بتكون الحاله التهاب جيوب. التهاب الجيوب هي التهاب بهي الفراغات الهوائيه الموجوده ضمن عظام الوجه. نعم، وهي بتسبب آلام يمكن كمان كثيرة. دكتورة خلينا نحكي شوي هلأ، مثل ما قلتي الأهالي دائما في عندهم أولاد بيقولوا هذا مناعته قليلة، هذا مناعته مثلا قوية،
بالنسبة للإصابة للأولاد، هلأ فينا نعرف مثلاً أعراض اللي عم يعانوا منها إن كانت تحسسية أو كانت وراثية؟ هل الوراثة بتلعب دور بهذا؟ قصدك العوامل المؤهبة لالتهاب الجيوب؟ طبعاً، هلأ في هيك وفي هيك. العوامل يعني في عندك طبعاً نحط ببالنا إنه الجيوب الأنفية على تماس مباشر أو على علاقة مباشرة مع المخاطية الأنف، تمام؟ فأي شيء بيصير ضمن الأنف بنتقل للجيوب، وهذا اللي بيلعب فيه التحسس دور كتير كبير. يعني نحن بس يصير عندنا حالة تحسسية بالأنف تتوزن مخاطية الأنف، هل هالتوزن ممكن يمتد للجيوب ويعملنا حالة التهابية. الوراثة دورها الأساسي بالتشريح، يعني بتشريح الشيء اللي اكتسبه الطفل من أهله، بتشريح كيفية تشريح الجيوب الوجهية، وبوجود عوامل مؤهبة مثلاً بس يكبر الولد شوي مثلاً قبل عمر 18 إذا في عنا انحرافات وتيرة، التحسس لحاله تلعب الوراثة دور فيه، عوامل مؤهبة فيه، وبالتالي بيكون تأهب لالتهاب الجيوب أكبر. أكبر. دكتور، عم نشوف أعمار صغيرة عم يصيب إن كان الحساسية أو حتى الالتهابات، يعني أوقات بيكون من السنتين أوقات أقل. طفل بهذا العمر ما بيقدر يقول يمكن أو يعبر شو عم بيجعه، كيف نحن بنعرف من الأعراض الخارجية أنه هذا الطفل يمكن صار بده دكتور إذن أنف حنجرة أو نحن لازم نفحصه قبل ما يتطور لالتهابات؟ قبل ما يتطور ولا نحن وصلنا لمرحلة الالتهاب؟ عم نشوف تعب وإرهاق على الطفل. خلينا نقول طفلي، أنا أعلم، أنا أم بعرف أنه طفلي يعاني من حساسية، شو الأعراض اللي بتخليني أنه أنا شك أنه هلا خلص الحالة بطلت حساسية صارت لازم نروح على شيء تاني؟ أول شيء الألم، في وجع لما الجيوب الهوائية بتلتهب تمتلئ بسائل، لما تمتلئ بهذا السائل بيصير في وجع، في وجع بعظام الوجه، الطفل في شيء عم يجعه، حتى إذا هيك بالصدفة عملتي له هيك بتوجع الألم المحدث بالضغط، نحن منحرضه. في من الأعراض المهمة هي انسداد الأنف، الأنف بيسكر، بطل الولد لا يقدر لا يتنفس لا ياخد لا يتنفس، فاتح تمه كتير الأمهات حتى من الصوت وقتها بيبين أكتر، فاتح تمه ما عم يقدر يتنفس، سيلان أنفي. والحقيقة عند الأطفال أغلب السيلان ما بيكون أمامي، بيكون خلفي، يعني نحن بس نفتح الفم بنشوف السيلان نازل وراء بالعوم، وهذا بيؤدي انه الطفل في عنده بتصير رائحه فم كريهه. يعني بس ماشي انه بتيجي كثير من الامهات احيانا انه ابني عنده رائحه فم كريهه تطورت هلا، مو انه بيعاني منها صار لفترات طويله لحتى نشك انه شيء مزمن، انه تطورت هلا ان ابني في له رائحه فم كريهه. بالاضافه لهيك لما تتطور الحاله لحاله التهابيه في الاعراض العامه، حراره، وهن. بالنسبة للجيوب ولموقع التشريح المميز الموجود بالوجه بتسبب خمول، يعني ببطل يفتح عيونه، دائما نايم، هاي الأعراض اللي بتوجهنا أنه نحن تطورت عنا الحالة، بطلت حالة حساسية صرفي، صار في شيء لازم نشوف إن شاء الله الطبيب. طب خلينا نحكي دكتورة يمكن عن كمان الالتهابات الجرثومية، كيف ممكن تأثر على الطفل أعراضها؟ يعني مثل ما قالت فرح، أحيانا بيكون في أعراض خفيفة للطفل فببلشوا الأهل فورا بيعطوا التهاب من عندهم بدون الرجوع لطبيب مختص، أو فورا بيعطوه خافض حرارة مع أنه بتكون الحرارة يعني لسه شوي طالعة. فكمان خلينا نحكي عن هذا الموضوع. دائما أنا بأكد أنه الاستهتار بالاستخدام العشوائي للصادات عنا دون الرجوع للطبيب ودون التأكد أنه هي حالة التهابية، وحالة التهابية جرثومية مثل ما حضرتك تفضلتي زينب، أنه هي بدها بالفعل الاستخدام الصاد الحيوي. ممكن تكون الحالة كتير بسيطة نتيجة تحسس، هذا التحسس سد فوهات الجيوب، هذا الشيء أدى مجرد أنت ما تفتحي الأنف بالعلاجات المزيلة للتحسس راحت المشكلة، ما في عندي داعي، بيكون حالة احتقانية ما وصلت للحالة الالتهابية، ما في داعي أنا عندي أصلا استخدم الصادات. يفضل يعني أنا كتير بتمنى على الأمهات أنه ما نلجأ للعلاجات الاكستريم مثل ما بيقولوا من حالنا، فورا انه تعب شوي فورا نعطي دواء التهاب. صح. الحراره على فكره، هي الحراره من احد وسائل مقاومه الجسم للالتهابات. نحن في عندنا حدود للحراره اللي بنبدا بالحراره. اي شك عند الام ممكن تراجع طبيب الاطفال تبعها، ممكن هو اذا صار عنده اي شك يحولنا اياه، بس نحن نكون على علم انه نحن ما نبدا اي شيء خاطئ من عندنا.
كثير حلو هذا الحكي دكتوره، خاصه اليوم انه مثل ما قلنا كثير من الامهات يمكن من كثر القلق والخوف على الطفل بيلجأوا فورا للادويه، يمكن بدون حتى استشاره طبيب، بتفكر انه هي يمكن شطاره قدرت تلحق هذا الشيء. لا، اليوم كيف بتقدر تعمل لو كان اسعافات اوليه بعيدا عن هي الادويه اللي كلياتنا بنعرف يمكن هي بتنقص المناعه والى كثير اوقات مفعول عكسي عند الطفل؟ خلينا نعرف من حضرتك شو هي الاسعافات الاوليه يمكن تعملها الام يمكن لحتى تخفف من درجه حرارة، تخفف شوي من الحساسية اللي حكينا عنها قبل ما تلجأ للطبيب وقبل ما تلجأ للأدوية. الطفل اللي بيعاني من حساسية بيبين منذ الصغر، والحقيقة من خلال متابعة طبيب الأطفال بيكون عاطي الأم دراية كاملة إنه هذا الطفل عنده استعداد تحسسي، فممكن رح يحكي لها للأم شو ممكن الأعراض اللي رح تصير مع الطفل، إنه هيك ممكن ينسد أنفه، ممكن ممكن ممكن. أول شيء بالنسبة لانسداد الأنف، في عنا شغلات كتير سهلة وكتير بسيطة ممكن نعملها للطفل، قطرات السيرومات اللي هي ما بتأثر نهائيا، طبعا هذا كله ريثما تشوف طبيب، هي ما بتأثر نهائيا عندي. صعوبة التنفس عند الأطفال خصوصا الليلية، يعني هي بالفعل مقلقة للأم جدا إنه الولد، لأنه لما يوقف تنفسه ببطل يقدر ينام، فمجرد تحط له تبخيرات، مجرد ترطيب الهواء ممكن يفتح الأنف. الكمادات بالنسبة للحرارة، مثل ما قلت أنا ما بفضل أعطي نعطي خافضات حرارة غير بعد الحرارة معينة. الكمادات اللي بنلجأ لها طبعا في حال ارتفاع الحرارة، ارتفاع كبير حتى لازم تأخذه بحالة إسعافية حتى لو الحالة ليليا. الكمادات ريثما يتم تقييمه من الطبيب، طبعا هي على ممكن تكون عند الأم أصلا خلفية أنه طفلي أنا يعاني من التحسس، ويكون عندها هي أدوية التحسس اللي أخذ التعليمات من طبيب الأطفال كيفية استخدامها، وقت استخدامها، والأعراض اللي لازم تأخذها فيها. هي ممكن نبدأ فيها بالجرعات الموصوفة والمحددة من قبل الطبيب أولا. نعم. أكيد دكتورة، كمان في كتير من هيك المعتقدات عند الأهالي لتخفيض درجة الحرارة، إن كان كمادات باردة، إن كان سبيرتو، أحيانا بيرشوا سبيرتو للطفل أو بيشربوه مثلا عسل. العسل حسب عمره ممكن يكون ثقيل على معدته كمان، يمكن خلينا نصحح هاي المعتقدات الخاطئه الشائعه. هلا نحن العسل لطفل قبل عمر السنه ممنوع نعطيه، في نوع من الجراثيم اللي ممكن يصاب فيها الطفل موجودة بالعسل، نحن ما بنعطي العسل قبل عمر السنة نهائيا. الطريقة الأسلم لتخفيض الحرارة بالنسبة لأم هو الكمادات يلي بتنحط بالمناطق، المناطق الطيات. نحن دائما في شوية هيك، نحن دائما بنحط الكمادة على الجبين. نحن دائما بس تيجي الأم لعنا بنقلها بس تحسي إنه الحرارة ارتفعت وليس ما أنت تعرفي السبب تقدري تراجعي طبيب، طبعا في ظروف كتير مختلفة ممكن تمنعها فورا من الذهاب. الكمادات لازم تنحط تحت القبط، لازم تنحط عند الرقبة، لازم تنحط بين الفخذين بالنسبة للطفل، وكمادات ماء بس لا كحول ولا شيء. تمام. كمان دكتورة إذا بدنا نعرف إنه كثير من الأمهات مثل ما تفضلتي حكيتي دكتورة إنه هن بيعرفوا إنه طفل أطفالهم عندهم استعداد للحساسية يلي ممكن تتطور للالتهابات ببداية فصل الربيع خصوصا، كيف بتنصحي الأم تستعد لهذا الفصل إن كان في استعدادات معينة يمكن تخفف شوي من نسبة إصابة ابنها أو تخفف شوي من الأعراض؟ هلا أنا جدا أتعاطف مع الأمهات وأنا منهم اللي عندهم أولاد يعانون من حساسية، لأنه الطفل شوي صعب السيطرة عليه. يعني نحن بنقول دائما أهم علاج بالتحسس مهما كان سببه هو الابتعاد عن الشيء اللي بيضايق الطفل، الابتعاد عن العامل المحسس. هلا في شغلات ممكن الأم فيها تتحكم فيها، في شغلات لا، بالنهاية هذا طفل بده يطلع بده يلعب، ما رح تقدري تضلي حابستيه بفصل كامل، وخصوصا هي الفصول اللي هي بالفعل فيها الروحات، فيها الجيات، فيها هي الأساس، فيها الزهر، فيها الورد. هلا والجو الحلو ما فيك تدخلي الولد، ما فيك يعني ما فيني لوم الام انه الولد راح مثلا مشوار قام تحسس، طبيعي يعني على تماس مع الاشجار. الشغلات اللي فينا بالضمن البيت يعني نسيطر عليها، في كثير اطفال بتحسس طبعا من وبر الحيوانات الاليفه للاسف، اذا كان في حيوان اليف بهي الفتره من العمر يمكن نحاول بعد شوي، ما راح اقول نتخلص منه ابدا. اذا كان في عندنا زهور ضمن المنزل، يعني زهور ضمن المنزل يفضل انه نحن بهالفتره انه نطلع شوي لبرا. الغبره كثير بتضايق الاطفال بهي
بهذا المجال. الشغله الثانيه نحن دائما بنقول لهم بالنسبه للاطفال بيعانوا من حساسيه، دائما التشميس، يعني دائما الغرفه لازم تكون غرفه الطفل مهوات، وقد ما تقدر تشمس الفرشة، لانه في احيانا العت، الغبار المنزلي، هذا كله من العوامل المحسسه. تمام. طب خلينا نحكي كمان، كنا عم نحكي تحت الهواء عن الرذاذ الاكسجين للاطفال، كمان الاهالي بيجتهدوا بهذا الموضوع، امتى الطفل يعني لازم ياخذ اكسجين؟ الاعراض الحساسيه ممكن تسبب، اول حساسيه ممكن تسبب اعراض تمتد من الجهاز التنفسي العلوي للجهاز التنفسي السفلي. حسب الفحص، فحص الطفل اللي جاي عنا بالاعراض نحن بنقرر العلاج. جلسات الإرذاذ سواء بأكسجين أو لما نحط فيها موسعات قصبية، مواد دوائية توسع القصبات، أو حتى الكورتيزون، ما يجب أن لا تطبق نهائيا إلا باستشارة طبيب. تمام. وحتى لا يعطيك جرعة، وحتى لو بتعرفي طفلك أنه هو هذا الشيء عم يصير معه، هذا طبعا هذا الحكي عم نحكي بالمراكز أو المستشفيات، وبالفعل بالمراكز الصحية والمستشفيات ما مستحيل يعملوا لك جلسة إرذاذ إلا بوصفة طبيب. بينما أجهزة الإرذاذ المنزلي اللي هي فقط ترطيب، أو اللي بتكون مثلا هي بمتابعة دورية مع طبيب الأطفال، واللي هو دائما عم يقول لها بتعدلي الجرعة لكذا، أو هي حكت معه تليفون أنه صارت عندي هالأعراض عبين ما أشوفك، هي ممكن نستخدمها. بس القناع، الماسك اللي بنحطه في الأجهزة الأدوية، هي تتم باستشارة طبيب لرؤية درجة الشنج القصبي اللي صار عندي بالصدر، أنا شو الأدوية اللي بدي إياها، أنا بدي موسعات قصبية، أنا بدي كورتيزون، أنا بدي أحسب وزن الطفل، بدي أحسب الحالة شو صاير عنده، حتما تحت مراقبة طبية لازم تكون. نعم. دكتورة، كثير من الأسئلة اللي جاوبتينا عليها والاستفسارات اللي بتشغل بال كثير من الأمهات، اليوم نصائح أخيرة بتحبي توجهيها لكثير من الأمهات اللي عم يسمعونا، خلينا نقول هي خطوط عريضة نمشي عليها قبل ما نحن تتطور الحالة ويصير فعلا لازم نروح لدكتور. الأم هي أكثر حدا بيعرف طفله، يعني هي أكثر شخص موجود على تماس مع الطفل، وهي أكثر شيء، هي أكثر إنسان بيعرف بتطور الأعراض. أنا بنصح كل أم لا تجتهدي من بالعلاج من عندك، طبيعي أنت بمتابعتك لنا، في نحن خطوط عاطينك إياها، وأنا كثير بحترم الأمهات يلي بيضلوا بيتصلوا وبيسألوا، ولا تخجلي نهائيا من استشارة الطبيب بأي وقت. بالنهاية أنت ممكن تعملي شيء خاطئ يضر بالمرحلة اللي واصل فيها طفلك أو ما يفيده على الأقل. أبداً لا تخجلي نهائياً، أنه خصوصاً طبيب الأطفال المتابع للطفل هو بيكون على أدرى بحالته أنه أنا شو أعمل. أهم شيء الأم بالنسبة للحساسية، بعدي ابنك عن الشغلات اللي بتحسس منها، راقبي الأعراض والعلامات اللي ممكن هي تتطور بشكل صارخ أو بشكل فجائي، هي الأعراض اللي بتخوفنا نحن أكثر من الأعراض اللي صار لها فترة طويلة. ارتفاع الحرارة المفاجئ مثل ما قلت لكم، الخمول، الصداع، الطفل بيبطل بيلعب، الشيء اللي صار غير طبيعي عن الأشياء اللي أنت ممكن متعرضة لها طول الوقت، طول فترة الحساسية اللي طفلك موجود فيها. أكيد. دكتورة ميسا، يعني عطتينا كثير من المعلومات والنصائح لكل السيدات، ويمكن هي الحالات هلا شائعة جدا، شائعة جدا بسبب حساسية يمكن كمان هالجو وهالصيف. بنتشكر كثير على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله بالحلقات القادمة رح نحكي بالتفصيل أكثر عن بعض الأمراض اللي عم بيعاني منها الأطفال. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم، صباح الخير. أكيد هلأ. شكرا لك دكتورة، وأكيد نتمنى الصحة والسلامة لكل الأطفال والكبار كمان، والكبار اللي كمان عم بيعانوا من تحسس بفصول معينة. شكرا دكتورة.